بمجموع الأشواط استمرارية أشواط الإنتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، نطالع الصدارة في شوط الجعدان، المهجنات الأصائل اللقاية. أتقدم مع المركز الأول وتابع شعار مرقم ينطلق على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة المتقدم والوال حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق يتقدم على المركز الأول. الواعي زاهر بن صالح الحلوسي حضر هذا الشعار في يوم الأمس ويقدم في هذا اليوم كذلك الواعي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع شمران محمد بن سالم بن راشد بن ناصر الدرعي القادم على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع بن حضيرم يتقدم مع النادر. ظافر بن راشد بن مسعود بن حضيرم الاكتبي يتقدم على المركز الرابع بمتابعة بو منصور. قدم في يوم الأمس نوعية من نوعيات الموسم ما شاء الله في سن الحقائق. نتابع المركز الخامس. المركز الخامس شعار عبد الله بن مطر بن حاذا الكتبي قادم على المركز الخامس. المركز السادس نتابع في سادس المراكز المتدخل والواصل في هذه اللحظات شاهين محمود بن حبيب الرضا قادم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق، ولكن المتدخل حامل الرقم نعم أربعة في هذه اللحظات. ينطلق غالي محمد بن صالح بن سليم الخصواني العامري بالخصواني قادم يتقدم مع غالي وشعار القادم. والمتدخل في هذه اللحظات من عمق الميدان القادم والمنطلق سراب بسعد بن عامر العمري قادم مع سراب كذلك الوصول على المركز الثامن. شعار بن سالمين مع مشاغب أحمد بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري المركز التاسع. وتابع دلمان الواصل غانم بن ناصر بن محمد المنصوري بن حتروش على ما ظن وشعار القادم رعي الباسل وصل في هذه اللحظات. ينطلق شعار ثمين أحمد بن صويع شعار أحمد بن صويح بن سالم العامري قادم ويطلق صيحات هذا الشعار على ظهر ثمين القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الأول للعشر المراكز. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الواعي اللي تقدم على المركز الأول. زاهر بن صالح بالحلوس المسلمي يتقدم في هذه اللحظات المسلمي على المركز الأول. ينطلق على ظهر الواعي يتقدم مع الواعي على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. نتابع المركز الثاني القادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. يتقدم شعار العمري على ظهر سراب أسعد بن عامر بن سالم العمري على المركز الثاني. المركز الثالث سمران راشد بن سالم بن حماد الاكتبي اول ندى لشعار بن حماد شاهين سالم بن يحيى بن مسلم الدرعي وبن سالمين على المركز الخامس. ولكن بعود الى الصدارة، بعود الى المقدمة مع 800 متر الاخيرة المتبقية عن ناموس هذا الشوط. المسلمي راعي جلاد يتقدم على ظهر الواعي زاهر بن صالح بالحلوس المسلمي. ولكن شاهين الدرعي قادم سالم بن يحيى بن محمد بن مسلم الدرعي قادم على المركز الثاني. أهالي القوعة ينطلقون في هذه اللحظات وميدان الرقيعات يتابعون يترقبون هذه الانطلاقات والتحديات لـ400 متر الأخيرة. روح شاهين بالانتاج الفاخر، ينطلق مع انتاجه الفاخر راعي شاهين وأهالي القطاع الجنوبي.
شكرا أحمد بن جاسم العمري. من يتابع من يراقب انطلاقة هذا الشعار في عملية التضمير والتدريب، سالم بن يحيى بن محمد بن سلم الدرعي إلى القطاع الجنوبي للإنتاج الفاخر في مسار هذا الشوط. شاهين يعلن التحدي ومشكوري العمري، تهانينا والناموس وتسلم على هذا الضمر. المركز الثاني الواعي زاهر بن صالح بن حلوس المسلمي، المركز الثالث وصل شعار بن حماد الكتبي، والمركز الرابع مع بن سالمين العمري، والمركز الخامس سراب مع سعد العمري. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت، لحظات التوقيت الزمني، لحظات وصول شاهين. تهانينا والناموس لمالك شاهين ومن قدم شاهين بهذا الأداء المتميز الرائع على أرضية ميدان المرموم في الأربعة كيلومترات، 6:17.4 من الثانية. التوقيت الزمني سالم بن يحيى بن محمد بن مسلم الدرعي، تهانينا والناموس. المركز الثاني الواعي زاهر بن صالح بن حلوس المسلمي، 6:18.3 من الثاني هو التوقيت. المركز الثالث، نتابع المركز الثالث مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات، ساعة وصول المركز الثالث. المركز الثالث، المركز الثالث شعار بن حماد، 6:21.9 من الثانية سمران لراشد بن سالم بن حماد الكتبي. تهانينا والناموس للجميع. التواصل